انطلاقا مما طرحوه الزميلين السابقين هو هذه المساهمه، يعني قله المساهمه او انعدام المساهمه ديال بعض الدول الى حدود سنه 2011، يعني وكانه هذا الامر اصبح خارج اهتمامات ديال الدول في دعم القضيه الفلسطينيه. ولكن ربما حتى هذا انحصار الدعم لا يقف عند هذا الحد. الملاحظ هو انه تحرك الجارة الجزائر مؤخرا في عدد من المحافل وكانها يعني يزعج هذا التحرك المغربي لنصرة قضايا فلسطين، حيث تضيق عليه على صعيد الامم المتحدة، على صعيد جامعة الدول العربية، على صعيد مجموعة من المحافل الدولية. لهذا الحد اصبح الجزائر يعني يغيظ هذا التحرك المغربي في نصرة قضايا فلسطين. ايضا السؤال الثاني لو سمحت السيد المدير يتعلق، ربما قريبا سوف نشهد واحد المؤتمر ديال دعم القضية الفلسطينية او دعم القدس، وهو المبادرة التي انبثقت عن المؤتمر الجزائر مؤخرا. ماذا تنتظرون من هذا المؤتمر في مسألة يعني دعم حقوق وقضايا فلسطين في هذه السنة الجارية؟ شكرا. ما جاء في سؤال الثاني بخصوص ما يدبره البعض من مواقف بخصوص لجنة القدس ووكالة بيت مالك الشريف، سواء في قرارات المنتدى الدول الأمم المتحدة أو في منظمة التعاون الإسلامي أو حتى جامعة الدول العربية، أعتقد على أن العالم وفي طليعته من يعنيهم الأمر وهم الإخوة الفلسطينيون يعرفون مسارات قضيتهم ويعرفون ماذا يريدون. وطبعا المملكة المغربية كانت وستبقى دائما إلى جانب الأشقاء في فلسطين. وما طبعا يعني دلائل ويعني رسائل المونديال الأخير في قطر عنا ببعيد، عندما ارتفعت الرايات المغربية في كل مناطق فلسطين يعني إشادة وتعظيما بالإنجاز المغربي، ورأينا كيف ارتفع العالم المغربي على أسوار باب العمود، وهو أحد طبعا أسوار المسجد الأقصى المبارك، أقرب نقطة إلى السماء. لذلك فهذه الرمزيات وهذا التواصل المستمر سيبقى كذلك، وسنبقى أيضا على عهدنا في العمل المتواصل مع أشقائنا في القدس وفي فلسطين. ننتظر كما غيرنا من مؤتمر القاهرة أن ينتهي إلى نتائج ملموسة، ونحن كوكالة كما قال السيد وزير شؤون القدس في السلطة الوطنية الفلسطينية مؤخرا لدى لقائه بسفير المغرب برام الله، نحن قوة اقتراحية نعم في وكالة بيت مالك الشريف، لنا آلياتنا ولنا خبرتنا ولنا تجربتنا، وراكمنا ما نستطيع أن ندفع به إلى أن هذه الوكالة هي الأداة المثلى لتنسيق الدعم الذي يوجه لإخواننا المقدسيون على الخصوص. لذلك فإن تدبير مسألة توصيل الأموال بسهولة وبمأمونية يشكل اليوم تحديا غاية في الأهمية، لأن هناك مراقبة دولية على مسارات الأموال، والحمد لله الوكالة تستطيع أن توصل هذا الدعم إلى مستحقيه كما قلت المأمونية والنجاعة اللازمة، وقد أثبت ذلك على الأرض من دون مواربة أو تردد. لذلك ننتظر إن شاء الله أن نشهد نتائج ملموسة في هذا المؤتمر، ولا ينتهي إلى ما انتهت إليه مؤتمرات أخرى سابقة.